بتسالوني الفتره اللي فاتت كتير ليه ما بقناش نصور كوتشيات. النهارده جايبه لكم عرض حلو جدا، والشغل النهارده ركزوا ان كله مستورد وميرور واستوكات فيتنامي وبس، ما عندناش شعبي خالص. وعامله لكم عرض النهارده عنده من 150 جنيه. استفادوا بالعرض ده، بيبقى فيه اولادي، فيه بناتي، فيه مقاسات عاديه، فيه مقاسات محيرات. كل الشغل النهارده عندنا استوكات وفيتنامي وميرور وبس. كل التشكيل اللي بتلاقوه على الاونلاين بالوفات النهارده هتاخدوه باسعار حلوه قوي، وعامل لكم خصومات كتير عشان بقالنا كتير ما صورناش في المكان. زي ما قلت لكم هنشوف النهارده كل حاجه باسعارها. الشحن عندهم كمان يا جماعه هيبقى من اول قطعه لكل اللي هيقول تبع قناه يوميات مكه. عندنا الشحن بالقطعه لكل المحافظات، عندنا قسم خاص بالاطفال الولادي والبناتي، وعامل لكم فيه عرض حلو جدا. جاب لكم كمان تشكيله حلوه جدا من البوتات الشتوي الحريمي باسعار خياليه وكلها موديلات جديده. بس اللي يروح يقول تبع قناه يوميات مكه، العنوان في اخر الفيديو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا محمد؟ تمام. الاخلاص بدأنا بعرض جبار، ده كنت عامله بكام اصلا؟ لا هو ده اخر حاجة كان ب 195 جنيه. كان تمام ده احنا ده كان بعد الفصل قلنا كام؟ تمام 150 150 لحبايبنا، بس ده مشكل، يعني ده النهارده ب 150 جنيه، في حاجات جنيه. يا جماعة نيو بالانس زي كده 150، بصوا كل ده، بس دي قطع مكسرة على 150، أي حاجة تقابلكم ب 150، بصوا كوتشيات أهي يا جماعة، كل ده على 150 جنيه، والله حلو، نيو شغل نيو بالانس أهو. 3 ساعات ب 150 جنيه يا بلاش. الهافات عشان الشتاء ب 150 جنيه. 150 جنيه كل ده اهو، اطفالي ب 150 جنيه. طب والله حلو، حلو قوي. بصوا ب 150 مش تمن كوتشي شعبي اصلا. 150 اهو ده على 150، ده في مقاسات منه ب 150 شايفاه. مقاسات والوان مختلفة. واللي عايز شرابات في برضه الشراب ده اهو على 150 جنيه شرابات. 150 جنيه. بصوا كده كل ده ب 150، ركزوا معانا في العروض، الكمية اللي هنا كلها 150 جنيه على 150 يا بلاش والله، كل ده ب 150 جنيه، ده عرض جبار. الشحن عندنا من قد ايه؟ كل ده من 150، الشحن من أول قطعة. بصوا أنا عاجبني الشرابات الحريمي قوي عشان الشتاء، كل ده ب 150 جنيه، حلوة وخفيفة وسريعة. ده برضه الرباط بتاعه موجود. موجود. على 150. بصوا كده أهو، ده بنطبق بس عشان إيه؟ الشغل ده، بصوا في أطفال أهو ب 150. 150 جنيه. العرض ده كله ب 150 جنيه. تسلم ايدك. تمام كده برضه 150 ده برضه ب 150. طب والله حلو كل ده على 150. تمام شغل فخامه. الله الفخم ده. بص بص 150 الفلاتة دي لو تعرفوا سعرها اصلا اول ما جت 150 اول ما نزلت كانت بمبلغ. كل ده ب 150، اي حاجه من اللي هنا ب 150 150 عشان وقت الفيديو. كل ده ب 150. هو نخش بقى مع بعض جوه. وكان عرضه ب 150 برضه. شباشب برضه ب 150. حلو شباشب رجالي جلد طبيعي ب 150 جنيه. جلد طبيعي ب 150. بصوا الحلويات كل ده ب 150. 150 جنيه. على 150 جنيه. حلو جميل. جنيه. وطب يا جماعه بصوا اهو، طبي جلد طبيعي ب 150 جنيه يا بلاش والله حلو. التشكيل ده لحد 45 لحد 46 لحد 46 كل ده ب 150. والتشكيل المكسر كله كوتشيات ده حريمي على اطفالي. حريمي على اطفالي كله. كله ب 150 برضه. تمام عشان بس ايه يبقى للعلم. نكمل مع بعض برضه بقيه العروض. نكمل مع بعض بس ده عرض تاني بقى. خلصنا ب 150. عرض 195 جنيه. ده ب 195. 190 يا محمد. 190 مش هتكلم. اما الناس ما عادش فاكره خمسات. كل ده ب 190 جنيه. ممكن عشان ياخد ال 200. بصوا اه لا والله. 190 كل ده. 150 جنيه بس. بصوا على 190 حلو. وريني تعالى تعالى. ده ب 190 جنيه. حلو والله على 190 تحفة. كونفيرس يا ابني في الرباط يا ابني، هات رباط يا ابني. كونفيرس بالرباط بتاعه موجود. اه. على 190 جنيه. 190 جنيه. حلو تمام. وعندنا حاجة زي كده ب 150. دي ب 150 دي خفيفة. ده خفيفة. وحلوة. ده عجين كمان في الركب. تحفة على 150 جنيه. بصوا اه جميلة قوي فردة. تمام 150 جنيه. دي ب 150 جنيه. الكوتش كله ب 150 مش الفردة. اه اللي هي دي 150 يا جماعة. تسلم. بصوا الحلويات النهاردة على 190 جنيه. كل ده ب 190 جنيه. حلو شغل الشتوي. بصوا انا عايزة عاجبني قوي ده برضو حلو الوانه التالت اهو. بصوا اهو كل ده على 190 جنيه. شكله فخامة حلو على فكرة قوي على 190. بصوا حاجة زي كده برضو ب 190. التشكيل هنا كله ب 190. حاجة زي كده برضه ب 190 جنيه. ودي برضه ب 190. حلو. وده برضه على 190 اهو. 190 جنيه بس. تسلم ايدك تمام. الحاجات دي يا جماعه لوكس مش شعبي. الليجو ستار. الليجو ستار. ب 190 جنيه. تمام على 190. مش هرجع في كلمتي. كله ب 190. بص اللي في ايده كل ده النهارده على 190 جنيه. اي حاجه من هنا. فلات اكزندر. اكزندر. برضه ب 190. كله على 190. بص حلويات ب 190. لا اهو. بص بجمال 190 كل ده على 190 جنيه. 190 كل ده ب 190. التشكيل ده كله على 190 جنيه النهارده. كان اسعاره اغلى من كده بكتير. كل ده ب 190. بصوا اهو
بص بص طلع يا ابني، طلع طلع الله يبارك لك يا ابني، خلي حالات مش طبيعية يا ابني. كل ده ب 190 جنيه النهارده. 190 جنيه تسلم ايدك، اسعارهم كانت اغلى بكده بكتير، كل ده النهارده على 190. واللي بيسال احنا موجودين فين؟ موجودين عند الاخلاص، والارقام موجوده فوق برضو اهي يا جماعه للشحن والتواصل. الشحن عندنا من اول قطعه، والعنوان هتلاقوه متصور في نهايه الفيديو والارقام على الشاشه. كملوا الفيديو ولايك وشير النهارده. بص هيبدا لنا بالاستوكات والميرور والمستورد على طول. بصوا السامبا يا جماعه، السامبا السامبا، بصوا حاجه كده فاخر من الاخر. تمام، بصوا حلوه. حلقه اسعار النهارده 300 جنيه بس. ب 300 جنيه اهو. طب والله حلوه ب 300 جنيه السامبا يا جماعه. 300 بصوا بالوانها، الله الريك بتاعها حلوه. ب 300 لحد ما كام يا محمد؟ والوان كتير لحد 41. لحد 41 كل المقاسات موجوده والكميات. ب 300 كميات جمله وقطاعي. تمام ب 300 جنيه. تسلم ايدك. تمام على 300 يا جماعه. وبرده الصمب اللي عايز الصمب الميرور، الميرور ايه؟ تمام ميرور بكام الميرور؟ الميرور ب 1100 جنيه بس. ب 1100 تمام. 1100 جنيه بس الميرور. 1100 واللي هي كانت ايه الثانيه؟ استوك ولا ايه؟ تمام. الثانيه كانت ايه؟ كوبي حق. الثانيه حق ب 300. دي الميرور، دي الميرور المائيه. تمام. ومعانا برده الصيني، الصيني يعني الصمب كله، الحقن والصيني والميرور، وبرده مختومه، وبرده مختومه. 450 جنيه بس. 450 تمام. الحته حلوه على 450 بالوانها. يعني عندنا ثلاث اسعار للصمبا. لا اسعار كتير، ده لسه في اسعار كتير للصمبا. بص بص حلو. كام النهارده؟ 400 جنيه بس. دي ب 400، مش هرجع في كلمتي. دي اللي انا على السيليكون ب 400 هي يا جماعه. 400 جنيه على 400 بالوانها. بس دي بصوا مجزعه من هنا، لو باينه معانا فيها تجزيعه كده في الخامة نفسها. اربع الوان حلو. طب خلي وشهم ليا، دي وشهم ليك ليه بقى؟ يشوفوهم ازاي؟ قلنا بكام؟ 400 يشوفهم هنا. بص ده ب 400، ب 400 جنيه بس. صحيه صحيه صحيه. اه على 400 هي يا جماعه. 400 جنيه تسلم ايدك. تمام على 400 موجود كل المقاسات. عالي برضو دي صمبة كعب عالي وب 350 جنيه بس. ب 350 اهي حلوه. تمام على 350. 350 جنيه. دي 350 برضو الوانها موجوده، الوان وكميات ومقاسات. تمام. معانا ايه تاني يا محمد؟ لا معانا شغل كتير. معانا نيو بالانس 90 60 60 حلو. 550 جنيه بس. 550 اهو. بصوا 550 يا جماعه. الرباط موجود، الرباط موجود يا جماعه بس احنا مش عاملينه. تمام تسلم ايدك على 550 نيو بالانس. معانا برده معانا تي ان 3 اهو. تمام بالاختام، بالاختام والميداليه، بالاختام اهو. تمام وب 650 جنيه بس. ب 650 اهو. كل ده مقاساته لحد 41. لحد 41 حلو. 650 التي ان يا جماعه. في ايه تاني معانا؟ معانا حلويات. بص الشغل، الشغل حلو قوي النهارده. تمام شغل الفيتنامي المستورد. كام سعره برضو؟ 750 جنيه بس. 750 فيتنامي الوان، بالوان الوان يا جماعه على 750 الوان. حلو ده، كل ده ب 750 نضيع النهارده. تسلم يا اللوك. كام النهارده برضو؟ بصوا بالوان. امسكي كيف ايدك كده عشان يفتكروا ان انا مثلا دريشه يا جماعه. دريشه ريشه خالص. 750 جنيه. 750 استوك برضو ولا ايه؟ مش هنقول 1100 ولا 1200. بص 750. 750 جنيه بس. حلو ده على 750. تسلم ايدك. تمام. معانا النهارده حلويات. بص بص. حلويات اهي. بص الشغل الجديد كله حلو ده. اهو. ده الفرو وبالوانه. وب 575 جنيه بس. 575. أهو. انا عايزه اقول لهم مبطن من جوه قطيفه بس لما يطلع لون فاتح هيبان اوضح. اهو. اهو بص كده. حلو قوي. قلت لي بكام؟ 575 جنيه. 575 سعر وتحدي. الله اللون ده حلو. البطانه من جوه ايه؟ حلو قوي. 575 البيج بتاعه تحفه. 575 جنيه لحد 41 يا محمد. حتى الفيرجن بطن اهو. تمام لحد 41. لحد 41 تمام. طب والصندل اهو، بص الصندل بتاعه. والصندل، والصندل برده 575. 575 برده الصندل لحد ناقص 41 برضو. ومبطن يا جماعه. والالوان اللي في الصندل هي الالوان اللي هي دي، هي دي يعني الثلاث الوان موجودين. موجودين ان شاء الله. تمام. في ايه تاني معانا؟ العالي البيج ده حلو. اه الاكس حلو تحفه ده. بصوا تمام الاكس مش محتاج يلبس حاجه شراب ولا غيره. تحفه. كام ده برده؟ 650 جنيه بس. 650 خياطه. تمام ده 650 النعل الخفيف. بص على 650 في منه اكتر من 6 الوان يا جماعه. 6 الوان موجودين منه. تسلم. تمام بص بص الحلويات عندنا الهاف. ايه الجمال ده؟ ده الهاف كامل. هاف مستورد حلو.
ده عامل 695 جنيه بس. 695 اهو لحد 41 يا محمد. لحد 41. لحد 41 برضه مبطن فرو من جوه. برضه مبطن من جوه فرو. لا العرض بطن فرو يا جماعه. ده برضه مبطن. يا ابني انت مالي ايه يا ابني؟ بص كمل يا محمد ورينا ورينا. مبطن فرو يا جماعه من جوه اهو. بصوا بس لسه بيطلع لسه لسه. ده حكايه. تمام تسلم. قلت لي 600 كام؟ 695. 695. الكلاسيك. الكلاسيك. كام الكلاسيك؟ الكلاسيك 650 جنيه بس. 650 الكلاسيك اهو يا جماعه على 650. ورده يا جماعه مبطن. كله مبطن. ده عشان رقبته قصيره شويه ممكن نشوف بتاعها تحت من جوه. تمام. اما يجي يشوفوا يا محمد البطانه معلش على الله طول مبطن وما تبقاش الحاجه مبطنه ايوه مبطنه اهي طيب نشوف بطانه اهي تمام كله مبطن ده مش فرو فرو بطانه فرو اهي فرو تمام تسلم ايدك في برده منه الوانه والاكس ده برده كام 650 650 حلو قوي ده على 650 حلو هنا ده مره اهو بص بص بصوا ده برده حلو ده 450 جنيه بس 450 اهو تمام بصوا الاسود والبيج كل ده 450 شغالين حاجه نظيفه تمام عندنا تشكيل حلو جدا زي ما انتم شايفين من الهافات والبوتات والاجز كله موجود نكمل مع بعض الكوتشي بصوا كده معانا الالترا بوست الالترا بوست كام برده 750 جنيه بس 750 لحد 41 اللي تعرضه يا محمد قول لنا ستوك ميرور نعرفهم برضو تمام ده ايه بقى؟ فيتنامي 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 اهو تمام حلو فيتنامي ستوكاته بس ستوكات يا جماعه فيتنامي وفي الابيض تاني منه اهو وفي الابيض تمام شايفاه ظاهر ظاهر معانا على مهلك لون مميز لازم يقرب حلو ده اهو تحفه ده تمام يا جماعه فيها داخليه تمام اهو من جوه اهو تسلم تمام طبي حلو كام ايه؟ تمام ستوك 750 جنيه بس 750 الستوك في ايه تاني معانا؟ وعندنا برضو الترا بوست الترا بوست كام الالترا بوست؟ برضو 750 750 برضو يا جماعه 750 اتفضل في الوانات تمام تسلم تمام عندنا شبرا من كات بصوا كده برضو رننج ده رننج 650 جنيه بس ده رننج ب 650 جنيه 650 بصوا الوان الوان حلو ابيض واسود ورمادي تسلم ايدك تمام الاديداس الاديداس 650 جنيه بس 650 برضه الوان الله حلو 650 الوان الوان اهو تسلم ايدك تمام بص الشغل ده برضه وبرضه ب 650 جنيه ده برضه معانا اهو يا جماعه على 650 جنيه 650 جنيه اي حاجه اي حاجه من دول على 650 650 جنيه بس حلو 650 بصوا اللي جاي ده برضه 625 بس 625 بص ان شاء الله ما حد حوش النهارده كلها عروض وكلها استوكات طب والله وفيتنامي وميرور دي ب 600 ورينا كده بص بص الجمال احسن الناس تقول لك مش فيتنامي عم بيع ب 600 جنيه بس ده فيتنامي يا جماعه ب 600 بصوا حلو ضيع ضيع على 600 جنيه فيتنامي 600 جنيه بس تمام والله لم يبيع ب 600 بص الجمال ده محمد جاي لكم في دمار النهارده ب 600 جنيه اعذرونا على الاسعار بس يا فعلا الشغل يا فيتنامي يا ستوكات يا ميرور ولو حقنا عليه عرض تمام ف لاحظوا ان الشغل ده مش شعبي على 600 600 جنيه بس يا كل ده ب 600 جنيه تسلم تمام الاسكتشارات دي خفيفه ريشه هي دي اللي انا ريشه كام ده ب 600 دي ريشه يا جماعه في المشي على 600 ب 600 جنيه بس بصوا كده على 600 جنيه حلو قوي تمام على 600 تمام بصوا كده معايا طب ب 600 دي ب 600 برضو حلوه على 600 طب بالله عليك تمسكيها في ايدك ب 600 جنيه بس ب 600 جنيه بصوا ب 600 جنيه ب 600 جنيه حلوه تمام تسلم ايدك على 600 بصوا بصوا الاسكتشرات دي حلو الاسكتشر الاسكتشرات دي تحفه برضه حلوه جدا جدا 725 بس ده حلو قوي على 725 بندمر الاسعار تمام سهل وسريع وحلو اللي رجليهم تعبهم الاسكتشرات دي يا جماعه خفيفه قوي 600 ده برضه ب 600 مش هرجع في كلامي تمام مكملين العرض معانا كله ب 600 550 550 يلا تمام هات لي سكرين بالقطعه وقول انا عايز دي كام سعر الفيديو كام يا محمد 550 جنيه 550. بس 550 كل دي استوكاد وفيتنامي وميرور ب 550 550 ناس ممكن تقول لك ده الكلام ده مش فيتنامي اهو بص يا جماعه الشغل فيتنامي اهو فيتنامي
تمام. الشغل بتاعنا اهو اهو شغلنا اهو. تمام تسلم ايدك. كل ده معانا النهارده 650، بنقول ب 550. 550 اللي فات ده 550 اهو، وده برده 550. تمام. في تاني معانا بنقول ب 550، وده برده 550، واللي فوق ده اللي مش هنا ده برده ب 550، اللي هو فوق ده ب 550 برده. تسلم ايدك. تمام. 350. طب 350 جنيه. 350 ربطين. طب يا جماعه رباط بينك ورباط ابيض. حلو قوي. رباطين يا جماعه. قلت لي بكام؟ ب 350 جنيه. طب والله حلوه، شكلها شيك على 350. مستور علي بيحط بصمته. مستور 350. اللي معانا ده برده 350 جنيه بس. ده برده 350. اه حلو. ده 350. 350 كل ده 350. تمام. الهافات دي كلها على 350، فالحقوا العروض. ده حلو. طب 450. ده 450. ده عايز بنات جامعة بقى كده على 450، شكله حلو قوي. 450 جنيه على 450. تمام. الشحن عندنا من اول قطعة. اول قطعة. بص اللي جاي جمال. ايه ده؟ ده الفيتنامي. ده الفيتنامي. ده الفيتنامي. تفتح بقلب جامد. اهو. بص. ده الفيتنامي يا جماعة. ده الفيتنامي. هنعمله بكام الفيتنامي؟ الفيتنامي ب 450 جنيه بس. السيريال اهو. على 450 بالسيريال بتاعه. 450 جنيه على 450. تمام. فرشه طبي يا جماعه. تسلم ايدك. على 450 جنيه. 450 جنيه. في ايه تاني معانا؟ معانا حلويات هنا. ايه الجديد؟ حلو قوي ده. كاجوال الجديده. بص كده وريني يا محمد. ده كاجوال الجديده. 500 جنيه بس. ده ب 500. يلا عشان خاطر متابعين. بص كل ده ب 500. وريني اللي في ايدك ده. خد ده. وده 500 برضه. وده برضه ب 500. بص يا جماعه حلو ده. 500. شغل الكاجوال الجديد كله. سوري يا محمد. 500. 500 جنيه. كل ده على 500. 500. وريني. ب 500. وده برضه ب 500. ودي قال لك برضه ايه؟ نيو بالانس كام؟ ده جاي في خراب بيوت في دي بصراحه. 500؟ لا شوف الجمله كام. شوف الجمله هنبيعها جمله. طب ب 375 جنيه. 375 بدل 500. 375 جنيه نيو بالانس يا جماعه. حلوه. والناس عارفه اسعارها في السوق. تمام. حلوه على 375. العرض النهارده جبار. ب 500. ب 500. 500 على 500. حد يمشي علي من هنا. حد يمشي علي من هنا. خليك علي ما نخلص. حد يمشي علي من هنا. على 550. خليك الله يبارك لك على ما نخلص. بص اللي جاي برضه. ب 500. برضه 500. بص الحلويات بقى. هو كريم واكرم منه. ب 500 برضه. تسلم. حلو قوي. في ايه تاني معانا؟ بص الهاف ده برضه. كام الهاف؟ طب نقول دي بكام؟ قول لي. طب هنقف دي ارفع الاذان وارجع لكم تاني معلش. رجعنا بعد الاذان. معانا ايه تاني؟ بص الحلويات معانا عرض ب 450 جنيه. ده 450 اهو. حلو ده على 450. 450 كاجوالات يا جماعه بنات. أوه. على 450. 450 جنيه. تمام. على 450. معانا عرض ب 450 جنيه. ده برده ب 450. نيو بالانس. شيل كده الوزن في ايدك. اه ده خفيف قوي. انا راجمه ان هو شكله ضخم. اه تحسه ضخم والله بس خفيف قوي. على 450. الوزن مش شكله خالص. 450. بص برده ده برده 450 وده برده مش تقيل. حلو. على 450 كل ده. 450. بص كل ده ب 450. ده مش تقيل قوي يا جماعه اللي عايز يشحن منه. 450. بص حلو برده. كل ده 450 حاجات خفيفه يعني. بصوا لولا دي وقع بس كنت شلت لكم بصبع واحد على 450. 450. حلو. تمام. 450 كل ده. معانا عرض 450. عرض جبار. 450. كل ده ب 450 جنيه. كاجوال ده بالوانها ب 450. احنا ادينا لك المكتب. 450 مش مهم. بص ب 450. كله فدا المتابعين. بص الجمايل كل ده على 450 جنيه. تسلم. تمام. 400. اه حلو. طب ده احلى. حلو قوي ده ب 400 جنيه. شكله شيك قوي على فكره. على 400 جنيه. ماشي يا جماعه. عروض على قطع. تمام. عروض على شغل موجود. كميات بالوان. كميات بالوان. تمام. تسلم ايدك على 400. طب معانا عرض ثاني. قول. طب ب 350. 350. وانت عارفه احنا عاملين ده اخر مره. عرض كان بص انا ما بفتكرش بس عارفه انه كان اغلى من كده. 350. ب 350 جنيه. لان ما كناش عارضين حاجات زي كده ب 350 خالص. بصوا 350 بالوانها على 350. 350. اللي عايز يشحن بالقطعه موجود شحن بالقطعه. الوان على 350. 350. تسلم. كل ده ب 350. طب ب 350 برضه. بصوا الجمال ده اللي هو النعل المنفصل. منفصل ده. على 350 جنيه برضه. حلو. منفصل 350 جنيه. ده برضه 350. تسلم. طب ب 350 جامده. كل ده على 350. طب ب 350 ده برضه ب 350. حلو ده برضه المنفصل. انا عايز اقول في تشكيل كبير
وفي اطفال، في اطفال برضو اسعارها كام يا محمد؟ نديهم لمحه سريعه عن الاطفال قبل ما ننهي بس معاكم الفيديو عشان ما نبقاش ايه عدينا لكم حاجه. الكوليكشن ده كله اي حاجه فيه 210 210 210 كل ده 210 اي حاجه في الشغل ده 210. طب والله العظيم حلو، وفي شغل مستورد كتير كل ده على 210. تمام تمام، شغل خفيف حلو كده، شوفي الخفيف بتاع الكوتشي حلو ده، حلو والله 210 بس 210 تمام حلو. في حاجات اللي عايزين سبايدر مان. طب والشغل ده كل حاجه لها سعر؟ كل حاجه بسعر وكل اسعارها الحمد لله كويسه، كلها كويسه. ادينا فكره عن كام سعر كده؟ 175 جنيه 175 أوه. عندنا المرحله الصغيره لحد مقاس 30 وعندنا لحد 36 36 تمام حلو أوه. كل ده بكام اللي انت ماسكه ده؟ 175 جنيه 175 اهو. بص كل ده ب 175 جنيه 175 ايه الجمال ده؟ مش موديل واحد ده، لحد مقاس كام؟ 28 ده لحد مقاس 26 26 كل ده معانا بكام؟ 175 جنيه بس. تسلم ايدك 175 جنيه. التشكيل كبير جدا، لينك التليجرام على كل حاجه يا محمد. نعل تركي، نعل التركي نعل برضه تركي. خفيف قوي يا جماعه. حلو، كام ده؟ 325 بس 325. بقول لك التليجرام عليه الشغل كله يا محمد. كل الشغل على التليجرام ان شاء الله. هسيب لكم اللينك في اول تعليق والشحن من اول قطعه تعبتك معايا. وشكرا جدا على الفيديو الخفيف السريع ده. العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور في نهايه الفيديو. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق والارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. نيجي العنوان بقى، وازاي نوصل مول البربري. احنا واقفين فين؟ هتنزلوا محطه مترو العتبه. احنا واقفين قدام سنترال العتبه، واللي عملت عليه زوم ده جراج العتبه، ده السنترال على طول. بصوا زي ما انتم شايفين كده الشارع ده اللي بنخرج منه من محطة المترو شارع علي الكسار. يعني هتخرجوا من محطة مترو العتبة اتجاه شارع علي الكسار، هتخرجوا على طول من هنا هتلاقوا على طول مول صدناوي في وشكوا، وهتلاقوا كمان على يمينكوا ده سنترال العتبة. هنلف كده ندي ظهرنا على طول للسنترال، هنلاقي الرويع في وشنا وكمان مول صدناوي. بصوا كده ده مول صدناوي، عملت لكم عليه زوم. ده العنوان اللي هيوصلكم المول البربري. ناس كتير قالت مش عارفين نروح يا ام مكة وصوره لنا من بره، انا صورته لكم دلوقتي. هندخل في الشارع ده اسمه شارع الرويعي، وكمان ده الشارع الخلفي لمول صدناوي. هنفضل مكملين فيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده الباب الخلفي على شمالنا لمول صدناوي، هنكمل فيه زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا كمان الشركه بتاعه العربي للمعادن الحديثه، شركه العربي للمعادن الحديثه اللي هي دي. بصوا العربي للمعادن الحديثه، هنكمل بعدها كمان دي هتبقى على يمنا. ما عملت لكم زوم بس على علامات مميزه موجوده في الشارع. هنكمل تاني بعد العربي للمعادن الحديثه زي ما انتم شايفين كده. بصوا لسه شركه العربي، هنفضل لحد اخر شركه العربي للمعادن. وهنيجي هنا بقى يبقى فيه تقاطع، احنا هنحوت شمال على طول، يبقى يمين وشمال معانا. احنا هنحوت شمال هنلاقي مول البربري، ده مول البربري اللي عملنا منه الجوله النهارده. هنطلع معاكم للدور التاني علوي. الدور التاني علوي ده فيه مكاتب كتير صورنا منه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، كده كنا طلعنا الدور التاني قصرت عليكم السلم يعني. هنلاقي مكتب التيسير كمان للكوتشي، عملنا لكم منه جوله حلوه جدا، مش جوله هي جولات. هنلف على طول هنلاقي مكتب الاخلاص في وشنا، ده اللي عملنا منه الفيديو النهارده. يا رب يكون الجوله عجبتكم وما اكونش طولت عليكم. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.